إنه كلهم حاربوا البنات العشائر الأحمر، لكن بعض العشائر في الشمال هي حربت وهو بيعرف مين العشائر اللي حربت. فقط إحنا الفلاحين نحترم الدين ونجله، وهذا تبلي على الفلاحين. نحن للأسف إنه هالمسؤولين بيجوا بيطعنوا فينا وبيروحوا. يا أخي الفلاحين الأعطر اللي فلاحين العشائر الأعطر، تعال توريك الأرض كلها شو وجوه مصر. وصل الرسالة، وصل والي. احنا يعني في هذا الحديث الان لا يوجد هناك تعميم يعني على الابراد وعلى العشائر وعلى المناطق. هناك في حال لانه في ابراد، لكن ارجو لو سمحت لو سمحت الان نعطي مجال. لو سمحت احنا مثال طبيعي، احنا واقعيين، مش كل الفلاحين كلهم افلاح. عندنا اليوم عندنا افلاح، ما حدا بينكر لنا افلاح اصلا. احنا على الفطره عايشين، لكن القانون لما يصير فيه جوع بده يجبر واحد ثاني يزيد القاعده الشعبيه الشرعيه تقول لا يجوز التعميم شرعا لا يجوز التعميم. لا قانونا ولا شرعا، انت تجاوزت القانون والشرع في التعميم. واني واني صلوا على النبي يا اخوان. يعني النقاش مش هيك النقاش، ولا الحوار هيك. الحوار واحد بيحكي بهدوء بيعبر عن وجهة نظره. كلنا متعلمين وكلنا فهمانين وكلنا كويسين وكلنا اولاد على بعض. رجاء بده يتحدث يحكي بهدوء بنبره واضحه.